هؤلاء الذين يحرمون المولد ويحرمون قراءة القرآن على الأموات المسلمين ويحرمون الصلاة على النبي بعد الأذان، وهؤلاء الذين يحرمون التوسل والتبرك والاستغاثة بالأنبياء والأولياء، أوهم الجهال أن الصوفية شعوذة، خرافات، ترهات، سخافات وكذب. لماذا؟ اسمعوا أيها الأحبة، قال الإمام الجنيد البغدادي رضي الله عنه وهو شيخ الطائفة الصوفية بلا منازع: ما أخذنا طريقنا هذا عن القيل والقال ولا عن كثرة المألوفات، بل أخذناه بالسفر وترك المستلذات. طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، مضبوط بالكتاب والسنة، كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة. أحمد بن حنبل كان من الصوفية، أحمد بن حنبل رحمه الله كان ممن يؤولون الآيات المتشابهات، كما أثبت عنه ذلك الحافظ البيهقي في كتابه مناقب أحمد. الإمام أحمد بن حنبل كان يتبرك بشعارات رسول الله، روى عنه ذلك ولده عبد الله قال: كنت أراه يخرجها، أي الشعارات الشريفة، يلمسها في الماء، يقبلها ويضعها على عينيه ويشرب الماء. أحمد بن حنبل كان يتوسل بالنبي، كان يتبرك بقصعة النبي، بشعارات النبي، بل بقميص الشافعي. أحمد ما كان مشبها ولا كان يكفر الأمة لأنها توسلت. علمنا الرسول أن تثبت على دينه أن الله واحد لا شريك له، موجود بلا جهة ولا مكان، ليس ضوءا، ليس روحا، ليس ماء، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، ليس في الفضاء كالهواء، موجود بلا جهة ولا مكان، كما قال في القرآن: هو الأول والآخر. وكما قال عليه السلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أي أزلي أبدي، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال البيهقي: ومن لم يكن له بداية ولا نهاية ولا فوقه شيء ولا دونه شيء كان موجودا بلا مكان. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اسمعوا واتبعوا ماذا قال. قال: العجز عن درك الإدراك إدراك أن تعتقد وتقر أن الله موجود لا يشبه الموجودات، لا يتصور في العقول، هذه المعرفة المطلوبة. أما أن يصل الإنسان إلى التشبيه والتجسيم ونسبة القعود إلى الله والجلوس والجزئية، ماذا قال فيهم الصديق؟ والبحث عن ذاته كفر وإشراك. لذلك الله لا شبيه له، قال في القرآن: ليس كمثله شيء. الله ليس كالهواء في الأماكن، الله ليس روحا وليس له روح ولا يشبه الأرواح، ليس كما في كتاب مولد العروس المكذوب على ابن الجوزي أو على ابن عباس، فيه يقولون: وهذا خلاف القرآن، قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. هذا نسبة الجزئية إلى الله، هذا نسبة الانقسام إلى الله، وهذه صفات الأجسام، والله ليس جسما فلا يقبل الانقسام ولا التجزؤ. بل قال في ذنب المشركين: وجعلوا له من عباده جزءا. وقال عن نفسه: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن الله ليس ضوءا، الله تعالى هو خالق الأضواء، خالق الأنوار. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يشبه الخالق مخلوقه. وقال سيدنا وغوثنا وإمامنا وملجأنا ومفزعنا الغوث الكبير السيد الرفاعي رضي الله عنه: غاية ما
المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. بلا كيف ولا مكان، هكذا قال سيدنا الرفاعي أبو العباس أبو العلمين شيخ الهميجاء رضي الله عنه وأرضاه. هذه عقيدة المسلمين، منزه ربنا عن القعود والجلوس، منزه ربنا عن التحيز في الأماكن وعن الحلول والاتحاد، لأنه قال في القرآن لم يلد ولم يولد. وهنا فائدة مهمة، قال الحافظ السيوطي: من قال بالحلول فقد كذب الإجماع. وقال الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله ورضي الله عنه: قال من قال بالحلول فدينه معلوم، وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد. أما الشيخ هو مضرب، كان مضرب من عقيدة الحلول والاتحاد، لكن دس عليه الأعداء في كتبه بما له من الشهرة والقبول عند الأمة. أما هو منزه موحد مسلم ولي صالح، فلا تصدق ما يكذب ويفترى عليه. وهكذا أيها الأحبة، أولياء الله الكبار، الصوفية الصادقة، علم وعمل، علم وعمل، كما قال إمامنا الرفاعي: طريقنا علم وعمل، طريقنا علم وعمل. فالله منزه عن مشابهة المخلوقين. الله تعالى صفاته أثرية أدبية، كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، حياته ليست بجسد وروح، مشيئته لا تتغير، صفاته أثرية أدبية. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وقال سيدنا وإمامنا الشافعي: المجسم كافر. فمن نسب لله تعالى أي صفة من صفات المخلوقين فقد كسر القرآن. من استخف بالأنبياء بالإسلام، من نسب لله الأعضاء والجوارح والحلول والاتحاد، من انتقص الأنبياء، من عصم الكفر، من كسب القرآن، من احتقر النبي، من قال إنه يكفر بالنبي، هذا لا يكون من المسلمين. الله يقول لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. في الإنترنت بعض أدعياء المسيحة وهم من خارج هذه البلاد، ليسوا من هذه البلاد، قالوا عن النبي فاشل. حاشاه، هو سيد الخلق وسيد العالمين. الله يقول له: إنا كفيناك المستهزئين.